الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بالعلمين الجديدة. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات بمشعر منى في أول أيام عيد الأضحى. وإصابة عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، ورافق الرئيس السيسي عددا من رجال الدولة وقادة القوات المسلحة والشرطة. وأشاد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام في خطبة عيد الأضحى ببسالة الجندية المصرية الذي اكتسب شجاعته من دروس قصة سيدنا إسماعيل، مؤكدا تقدير تضحيات رجال الجيش والشرطة في حماية الوطن، وكذا إدراك الشعب المصري الذي يقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات. بل وجدنا هذا الجندي الذي نقف أمامه ونكبر موقفه ونقف إجلالا لهذا الموقف المهيب الذي يقبل فيه على الموت وهو يعلم أنه سيموت، ولكنه علم الدرس الذي تلقاه من سيدنا إسماعيل عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر. ما تؤمر أي أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك، والله أمرنا أن نحافظ على الأوطان، ولذلك وجدنا جيشنا ووجدنا شرطتنا في قوة باسلة تقف أمام هذه القوة الغاشمة التي تريد أن تقوض مجتمعاتنا وتريد أن تزعزع الاستقرار. ونقدر تضحية أخرى قام بها الشعب المصري في إدراكه الواعي، في قيادته الحكيمة، عندما اتخذت قرارات إصلاحية كبيرة وجدت أنه لا يمكن أن نستمر إلا بها، فما وجدنا من هذا الشعب الطيب الأبي الصابر إلا أنه ضحى وانقاد وأطاع لما يعلم بأن المصلحة عين المصلحة هنا في هذه القرارات. هذا وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأعرب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تمنياته بأن يعيد الله عيد الأضحى المبارك على كل أسرة مصرية بالخير والتراحم والتسامح، وعلى مصر بالأمن والسلام. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهاني مع ملوك والرؤساء وأمراء الدول العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس أجرى اتصالات هاتفية بكل من العاهل السعودي وأمير الكويت والرئيس العراقي، فيما تلقى اتصالات هاتفية من ولي عهد أبو ظبي والعاهل البحريني والرئيس الفلسطيني. وأقدم الرئيس التهنئة للرؤساء والملوك والأمراء العرب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا للأمتين العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار، فيما أعرب الزعماء عن أمنياتهم لمصر وشعبها بدوام التقدم والاستقرار. وهنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: كل عام وشعب مصر العظيم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي يحمل في أيامه المباركة السرور ويعلي في نفوسنا قيم الترحم والتسامح، عاده الله علينا وعلى مصرنا باليمن والبركات. أدى جموع المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات التي خصصتها وزارة الأوقاف بالقاهرة وسط فرحة عارمة، حيث تم الاستعداد ب 945 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، كما تم تعيين خطيبا أساسيا واحتياطيا لكل ساحة. لا إله إلا الله.
نعبد لله إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله لمتابعة احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك تنضم إلينا مراسلة إكسترا نيوز شيرين مجدي. شيرين أرحب بك وحدثينا عن أجواء العيد في الساحات وفي الحدائق والمتنزهات بالقاهرة. تحياتي لك همام وتحياتي للمشاهدين. بالفعل أنا الآن متواجدة من داخل إحدى الحدائق بمحافظة القاهرة والتي تعد المقصد الأول للمصريين للاستمتاع بعيد الأضحى المبارك، حيث المساحات الخضراء الواسعة المنتشرة هنا في كل مكان. رصدنا منذ 8:30 صباحا أي قبل موعد فتح هذه الحدائق أبوابها أمام الجمهور بنصف ساعة، رصدنا عدد يعني اصطفاف للمواطنين خارج الأبواب، ومع تمام 9:00 صباحا فتحت هذه الحدائق أبواب بها أمام المواطنين للاستمتاع بهذه المساحات الخضراء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. يعني رصدنا إقبال متوسط حتى الآن من جانب المواطنين، حيث أن الأغلبية منشغلة بذبح الأضاحي في أول أيام العيد وكذلك التزور بين الأصدقاء والأقارب في أول أيام العيد، لكن البعض ربما فضل المجيء إلى الحدائق يعني وسط هذا الإقبال المتوسط للاستمتاع بهذه المناظر الخلابة ونوافير المياه والبحيرات الصناعية في جو من الهدوء النسبي. رصدنا يعني مجموعات من العائلات التي حرصت على التوافد هنا منذ الصباح الباكر ومعها وجبات الغذاء يعني الاستمتاع بها وسط هذه المساحات الخضراء. رصدنا أيضا عدد كبير جدا من الأطفال، ربما هم أبطال المشهد اليوم في الحدائق، الذين حرصوا على التواجد مع ذويهم للاستمتاع بالألعاب المختلفة وأحضروا كرة القدم للعب بها هنا وسط المساحات الخضراء، والاستمتاع أيضا بالفقرات الترفيهية والفنية التي توفرها هذه الحدائق لمرتديها في مثل هذه الأيام. رصدنا أيضا يعني التواجد الأمني، يعني رصدناه مكثف جدا على جميع الطرق والمحاور المؤدية لجميع الحدائق، ويعني بصفة عامة في الشوارع من جانب رجال الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذه الفترة، خاصة مع تزايد الإقبال في الشوارع من جانب المواطنين. أما في محيط الحدائق فرصدنا أيضا يعني تواجد أمني مكثف، وكذلك أيضا من عناصر الأمن الذين حرصوا على تفتيش مرتدي الحدائق للتأكد من عدم حيازتهم لأي مادة خطرة أو قابلة للاشتعال أو أي مادة حادة. يعني فرحة ومظاهر من البهجة والسعادة على وجوه المصريين هنا في الحدائق في أول أيام العيد، وربما هذا هو المشهد لديهم. بالعودة إليكم مرة أخرى. الزميلة شيرين مجدي مراسلة إكسترا نيوز من حديقة الأزهر بالقاهرة، شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا. في المحافظات أدى الأهالي صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد والساحات المخصصة من قبل وزارة الأوقاف وسط أجواء من الفرحة والسعادة على وجوه المصلين احتفالا بعيد الأضحى وتكبيرات المصلين التي أطفت الأجواء الروحانية على ساحات المساجد خلال الصلاة. كما شهد محيط المساجد والساحات تسجيلات أمنية لقوات الأمن وتواجدت سيارات الإسعاف والحماية المدنية لتأمين احتفالات المواطنين. يواصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في مشعر منى، حيث يرمون في أول أيام عيد الأضحى الجمرة الكبرى جمرة العقبة بسبع حصوات،
وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إن حركة الحجاج شهدت انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك، مشيرة إلى تناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر كل الخدمات الأمنية والصحية إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه. أصيب عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك وإطلاقها الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت تجاه المصلين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المصلين تصدوا لمحاولات عشرات المستوطنين اقتحام الأقصى عقب تجمهرهم عند باب المغاربة للاحتفال بما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وإلى ذلك قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن أكثر من 100,000 مصل أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى. وصل القاهرة وفد رسمي من قوى الحرية والتغيير السودانية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مصر لحل القضايا الخلافية بين الأشقاء بالسودان. وضم الوفد عددا من القيادات أبرزهم عمر الدقير وعلي الريح السنهوري ومدني عباس وبابكر فيصل ووجدي صالح وكمال إسماعيل. وتأتي زيارة الوفد متزامنة مع المباحثات التي بدأت بالقاهرة مع قيادات الجبهة الثورية السودانية. قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ان بلاده ستراجع الاتفاقيات الدوليه التي وقعها النظام السابق. وفي تصريحات له تعهد البرهان بمواجهه اي اتفاقيه غير منصفه للخرطوم او تستغل موارد البلاد، مشيرا الى انه تمت هيكله جهاز المخابرات بنسبه 90%. لافتا كذلك الى انه جرى تفكيك التنظيمات الموازيه للوزارات التي اسسها النظام السابق، وأن العمل مستمر لتفكيك هياكل في المؤسسات الأمنية والحكومية أيضا. تمكن جهاز المخابرات العامة في السودان من ضبط كميات من الأسلحة في ولاية القضارف كانت معدة لتهريبها إلى إثيوبيا. من جانبه أشاد والي القضارف اللواء الركن نصر الدين عبد القيوم بالجهود التي أفضت لضبط هذه الكمية من الأسلحة، داعيا إلى الحرص على مراقبة الحدود بين الولاية وإثيوبيا. قال مصدر مسؤول بالتحالف العربي في اليمن أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي أبلغ قيادة التحالف في عدن قبوله بكل المطالب بما فيها الانسحاب الكامل من عدن. وأبدى المصدر ترحيب التحالف العربي بخطوات المجلس الانتقالي الأولية، مضيفا أن التحالف سيراقب تنفيذ الانسحاب الكامل. كان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن في وقت سابق التزامه بوقف إطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن.
هذا ورحبت الحكومة اليمنية بدعوة قيادة التحالف العربي لجميع المكونات والتشكيلات العسكرية التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي إلى الانسحاب من المواقع التي استولت عليها خلال الأيام الماضية وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة. كما رحبت الحكومة بالوقف الفوري لإطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدة التزامها بدعوة التحالف العربي لوقف إطلاق النار. أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ثبات موقف المملكة الداعم للحكومة الشرعية ووحدة اليمن واستقراره، مؤكدا أن ما حدث في عدن يعطي فرصة للمتربصين باليمن وأهله من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية. وفي سلسلة تغريدات على تويتر أكد خالد بن سلمان رفض المملكة أي استخدام للسلاح في عدن، وهو ما دفع السعودية إلى الدعوة لحوار سياسي مع الحكومة اليمنية الشرعية في مدينة جدة، مشيرا إلى أن إشعال أي فتنة جديدة هو بمثابة إعلان حرب على الشعب اليمني. هذا وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل جبير موقف بلاده الثابت من دعم الشرعية اليمنية وحماية العاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية. وجدد الجبير على حسابه على تويتر الدعوة للقيادات اليمنية في عدن للاستجابة لنداء ومناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها، داعيا الأطراف اليمنية لتلبية دعوة المملكة للاجتماع سريعا في جدة لوأد الفتنة وتوحيد الصف اليمني. أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ما حدث في العاصمة المؤقتة عدن من سيطرة على المقار الحكومية والمعسكرات واقتحام ونهب لمنازل قيادات الدولة والمواطنين هو انقلاب على الشرعية الدستورية. وفي سلسلة تغريدات له اعتبر الإرياني أن ما يحدث في عدن يهدد أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالقيام بواجباته بموجب القوانين الدولية، مشيرا لأن الرهان على التحالف العربي لدعم الشرعية في هذه المرحلة رهان ثابت وراسخ لا يتزعزع مهما كانت التحديات والظروف. من جانبها أعربت الإمارات عن قلقها البالغ إزاء المواجهات المسلحة بالعاصمة اليمنية المؤقتة داعية إلى التهدئة وعدم التصعيد. وطالب وزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث بضرورة بذل المزيد من الجهد لإنهاء الأزمة أو التصعيد بالمدينة، وأكد المسؤول الإماراتي ضرورة تركيز جهود جميع الأطراف على مواجهة ميليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية الأخرى والقضاء عليها. كانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي أعلنت سيطرتها على القصر الرئاسي في مدينة عدن جنوب اليمن، وقالت وسائل إعلام أن المجلس الانتقالي أحكم سيطرته بالكامل على العاصمة اليمنية المؤقتة بعد أيام من معارك ضارية مع الحرس الرئاسي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. أوضاع مقلقة تعيشها مدينة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة مع تصاعد حدة الاشتباكات منذ أيام. تطورات ميدانية متسارعة بالمدينة حيث تتركز المعارك في قلب عدن حيث يستخدم فيها مختلف الأسلحة، فيما قالت وسائل إعلام يمنية إن العشرات سقطوا بين قتيل ومصاب جراء المواجهات داخل معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية. وعلى وقع تلك الاشتباكات يعيش سكان عدن أوضاعا صعبة لدرجة أن مستشفى الجمهورية التعليمي أكبر مستشفيات عدن وجهت نداء استغاثة للأطراف المتصارعة بفتح طريق آمن من وإلى المستشفى، موضحا أن الاشتباكات المحيطة بالمستشفى من كل الاتجاهات حالت دون وصول المستلزمات الضرورية إلى المرضى والأطباء على حد سواء. الأطراف المعنية بالسلام عبرت عن قلقها عما يحدث في عدن والذي يزيد الأمور تعقيدا،
حيث أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه العميق بشأن الاشتباكات، وحث الطرفين على وقف العمليات القتالية وإجراء حوار شامل لحل خلافاتهم ومعالجة المخاوف المشروعة لكل اليمنيين. من جانبها أكدت الجامعة العربية أنه لا إمكانية للحسم العسكري للمعارك بين أبناء الوطن الواحد، وطالبت الجامعة جميع الأطراف في عدن بالتهدئة والانخراط الجدي في حوار مسؤول من أجل إنهاء الخلافات والعمل معا من أجل ضمان عودة الشرعية إلى البلاد وإنهاء معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدة البلاد. لبيك طرابلس لبيك، لبيك طرابلس لبيك. في الشأن الليبي، أدان مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة تفجير بنغازي فيما أشاد بإعلان هدنة إنسانية في مناطق القتال بليبيا خلال عيد الأضحى. وتحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإفريقية منددة بمقتل 3 من موظفي الأمم المتحدة نتيجة لهجوم سافر بسيارة مفخخة في بنغازي الليبية. واعتبرت وصول الأطراف الليبية لاتفاق بشأن الالتزام بهدنة خلال عيد الأضحى أمر إيجابي. في الأيام التي سبقت الهدنة عملت البعثة بلا هوادة على بناء الثقة بين الطرفين، واقترحت تدابير إنسانية فورية بما في ذلك تبادل الأسرى والرفات وزيارة السجناء ومكالمات تسعى إلى إعادة جسور التواصل وتخفيف من حدة التوتر من أجل التمكين من تنفيذ الهدنة. نحث الطرفين على انتهاز هذه الفرصة، أنها الخطوة الأولى لأيلة إلى العودة إلى العملية السياسية، ومن الضروري أن تعمق هذه الهدنة وأن تعزز عبر تدابير بناء الثقة الأساسية هذه. ولابد من أن تمضي الأطراف سريعا إلى عقد اجتماع دولي يعيد الالتزام بخارطة طريق تضمن انتقال البلاد من النزاع إلى العملية الديمقراطية. هذا وأكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة محاسبة المسؤولين عن هجوم بنغازي، فيما حثوا الأطراف الليبية على تثبيت الهدنة وإيصال المساعدات بشكل عاجل. هو فعل مشين السيد الرئيس، نرى أنه يجب أن يحقق فيه ويجب تحديد المرتكبين ومساءلتهم. هذا الفعل قاس وفيه فعلا إساءة للشعب الليبي عشية عيد الأضحى المبارك. حتى هذه اللحظة كانت تحدون الآمال فيما يتصل بهذه الهدنة، وكان المجلس والممثل الخاص الأمين العام قد دعايا لها، وندعو الأطراف جميعها على الحرص على تثبيت هذه الهدنة وكذلك على التزام الأطراف ببناء تدابير بناء الثقة. اليوم ندعو الجيش وندعو الحكومة إلى الالتزام بهذه البعثة في ليبيا وعلى مر الفترة المعنية بهذه الهدنة من أجل السماح بمتابعة النقاش. حل الأزمة لا يمكن أن يكون عسكريا، ومتابعة القتال تصب في مصلحة المجرمين والإرهابيين، ولذلك من الضروري أن تحترم هذه الهدنة من أجل تلافي تدهور الأوضاع أكثر ومن أجل السماح بأن يخرج السكان من مناطق النزاع والسماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها. نرحب بموافقة الأطراف المتنازعة على الهدنة المقترحة من قبل ممثل الأمين العام والتي دعمها مجلس الأمن، ونرى أهمية أن يكون هناك موقف موحد يصدر عن المجلس داعم بقوة لهذه الهدنة ويدعو كافة الأطراف للالتزام بها والدعوة بأن يصاحبها أو يتبعها تدابير لبناء الثقة. أعلن الجيش الوطني الليبي وقف العمليات العسكرية في ضواحي العاصمة طرابلس حتى عصر يوم الاثنين. وفي مؤتمر صحفي قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي إن ذلك القرار يأتي لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. المزيد في سياق التقرير التالي. بعد أشهر من القتال ضد الميليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس،
أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية في ضواحي العاصمة، وذلك حتى عصر الاثنين، تقديرا لمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمكينا للمواطنين للاحتفال بهذه المناسبة. وفي الوقت ذاته أكدت القوات المسلحة الليبية جاهزيتها للرد على أي تحركات من أي طرف مهما كان نوعها، وتمثل خرقا للهدنة أو تشكل خطرا على وحدات الجيش. لمالي هذه المناسبة من مكانة في نفوسنا، والتزاما بتعاليم الإسلام وتمكينا لمواطنينا من الاحتفال بهذا العيد في ظروف هادئة، يعلن القائد العام للقوات المسلحة عن وقف جميع العمليات الحربية التي يخوضها الجيش الوطني في ضواحي العاصمة طرابلس بدءا من تاريخ اليوم السبت 9 من ذي الحجة 1340 هجري، يوم الوقوف بعرفة الموافق 10 من شهر أغسطس 2019 عند الساعة 3 بعد الظهر، حتى يوم الاثنين 11 من ذي الحجة 1340 هجري الموافق 12 من شهر أغسطس. يأتي ذلك في ظل التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الجيش الليبي، وذلك في خططها الرامية إلى طرد الميليشيات الإرهابية من طرابلس واستعادة الأمن والاستقرار المفقودين في العاصمة. وفي محاولة لإيقاف هذا التقدم العسكري للجيش الوطني الليبي غربي البلاد، ذهب الإرهاب ليضرب مجددا مدينة بنغازي شرقي ليبيا، والتي شهدت انفجار سيارة ملغومة بالقرب من مجمع تجاري بالمدينة، وأسفر عن مقتل 3 من موظفي الأمم المتحدة وإصابة نحو 10 أشخاص آخرين بينهم أطفال، الأمر الذي دفع كل من الأمم المتحدة ومجلس النواب الليبي للمصارعة بإدانة التفجير الإرهابي. وطالب الأخير بتكثيف جهود الأجهزة الأمنية للوصول إلى أيادي الإرهاب والتطرف، والتي تحاول العبث بأمن المدينة وأهلها والمؤسسات الحكومية والبعثات الموجودة بها. تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود من إنقاذ 80 مهاجرا من قارب مطاطي قبالة ساحل ليبيا. قالت المنظمة الإنسانية في تغريدة على تويتر أن المهاجرين كانوا في محنة بعد غرق قاربهم، وعلى متنه أيضا نساء وأطفال. جرت عملية نقل المهاجرين بواسطة سفينة إنقاذ تحمل العلم النرويجي. أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن الجماعات الإرهابية تواصل جهودها لتوسيع الرقعة الخاضعة لسيطرتها في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد. وفي موجز صحفي قال رئيس المركز الجنرال أليكسي باكن إن المجموعات الإرهابية تقوم بحشد كتائبها في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد بإدلب، مشيرا إلى أن تلك الجماعات نفذت 24 عملية قصف في محافظات حلب واللاذقية وإدلب خلال الساعات الماضية. إلى تونس، حيث أكد عضو هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أن نحو 25% فقط من الذين تقدموا بملفات ترشحهم يستوفون شروط الترشح. وقال بوعسكر أن 27 مترشحا فقط أودعوا الضمان المالي وقيمته 10,000 دينار تونسي بالخزينة العامة للدولة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن 33 طلبا للترشح تضمنت أخطاء في التزكيات. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية من راست أقصى جنوب البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وإثر دورية بحث وتفتيش بالقرب من الشريط الحدودي في المنطقة. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرة العاشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الماسة بالعلمين الجديد. حجاج بيت الله الحرام يرمون الجمرات بمشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
إصابة عشرات الفلسطينيين إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري اكسترا نيوز دوت تي في. شكرا لكم على طيب المتابعة وكل عام وأنتم بخير.